سويت؟ وانا ليش سويت؟ ليش طلعت اسوء ما فيني بعد؟ يما استغفر الله، انا مو كذي، انا مو كذي، استغفر الله استغفر الله يا حبيبي يا حبيبي، استغفر الله استغفر الله. ليش سويت من كذي؟ ليش طلعت الوحش من داخلي؟ انا مو كذي، انا مو كذي، انا مو كذي يا حبيبي. يلا بابا حبيبتي يلا، تأخرتي على المدرسة يا عمك، ينطرونك بالسيارة. Please just think about it. Please promise me. إنزين. تمارا. Please. أنا بكلم أنتي فاطمة. ماما عادي عندها إنك ما تطلق أنتي فاطمة. تمارا خلاص. Enough is enough. يلا. لزيت لك شاهين؟ ما قلتي فاطمة. بس ما قلت لا، ما قلت لا. ما عندك وقاحة تقول إيه، بس هم مالك قلب تقول لا. ما عندك شجاعة لا لما تطلبك. الله يهداك فاطمة. أبي رد الحين، إيه ولا لا؟ لا فاطمة لا، راس عيالي أنت مكفيتني. قتيبة بسألك للمرة الثانية، إيه ولا لا؟ لا. وين رحت؟ ما أحب أفتح عيني وما أشوفك. كان يبا كان. إيش فيك؟ ليش أحسك مو معاي؟ شو مضايقك؟ صاير شي؟ انزين ليش مو قاعد تلمني؟ فيك شيء؟ لا حبيبي لا، بس خايف عليش تحركين وايد، قاعدة بالفراش ارتاحين، انت المفروض ما تطلعين من المستشفى. ليش بارد معاي؟ كل بابا ايش فيك؟ انا ما ادري مين اللي طقيت اطراف منكم انتو الثنتين، اللي تكره ريلي ولا اللي تبيه، بس الثنتين تستاهلونه. اللي اعطتني اياه مكسور ولا اللي تبيع قب ما انا رممته؟ انا مو فاهمه ولا شيء، منو اللي قال؟ شاهين ايش صار؟ ما صار ما صار. قتيبه برتك وطلع الله يخليك، في تعبانه مو فاهمه شيء، مو فاهمه شيء، مو فاهمه شيء، مو فاهمه شنو؟ البارحه مسويه معي خلاص. واليوم ترد على ذمتك ها؟ ارد على ذمه منو؟ هذا ايش قاعد تقول؟ رايلتش ترجاني أرد له قبل عرسكم بدقايق وأنا ما بغيته. إيه خلاص. أبو عيالي بس ما أحبه ولا حبيته. إيه. أنت أبو عيال؟ ها؟ شو ما تكلمين أخوي كذي فيك؟ أنا ما أدري شنو الحب عندك. أنا أغار على اسمه من صوتها لما تقول قتيبة تذبحني، حتى اسمه ما ودي تقوله. وأنت هان عليك. تجي ليه عنده وتقول له ردع على ذمتك؟ خلاص فاطمة خلاص خلاص، ترى فاض فيني ما فيني صدر بعد. يلا قدامي قدامي بلينون، يلا قدامي. عشان كذي ما لميتني مساعة. جاهين امشي معي امشي. انا قلت لك اني ابي ارد على ذمته. شاهين انا قلت لك ابي ارد على ذمته. يا
غصبا عليك. غصبا عليك. ودست على قلبك وراحت قلت له؟ غصبا علي. لو أموت قدامك لا تردني على ذمته. لو أموت تفهم؟ تفهم شنو يعني لو أموت؟ شاهين شاهين شلون شالت كريلك؟ ورحت له تطلب منه يردني شلون؟ أنت من أرفه مني. كنتي طول ما أنت وياي حاسة إنك خاينته. ليش خليتوني كذي؟ احنا لازم نروح المستشفى ونفتح راسي مره ثانيه ونسحب. ويسحبون شنو؟ ما يسحبون المكان اللي قاعده ارجع له شاهين. انا ما ابي اهدك. انا صحيت من العمليه لاني مو شبعانه مني ومنك. بس يبا خطر خطر نرد نفتح. شلون يعني؟ بظل كذي؟ واحدة مينونة فيك وواحدة ما تبيك. لا لا واحدة لازم تموت. لا لا أنا مستعد أعيش مع الثنتين بس ما يصير فيك شيء. لا انتين وإذا صحيت أبي ويا ننتك بنطرج. في يوم تحبيني مثل ما كنت تحبين باخذك من يدك تعرف على بعض من أول. اللي ما هذي تحب هذي. وعدني تصبر علي وما تردني له. وراسكم كم؟ انتي والمينونة اللي بتطلع لي بعد شوي.